أعاد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته الرسمية لفرنسا والتي استغرقت عدة أيام. وقلد وزير الجيوش الفرنسي الفريق أول محمد زكي وسام غوقا الشرف الفرنسي من طبقة قائد، والذي صدق على منحه رئيس الجمهورية الفرنسي. عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عقب انتهاء زيارته الرسمية بدولة فرنسا والتي استغرقت عدة أيام. وكان في استقبال السيد القائد العام للقوات المسلحة لدى وصوله إلى مقر وزارة الدفاع الفرنسية السيد سيباستيان لوكورنو وزير الجيوش الفرنسية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات السلام الوطني لكلا البلدين. وقلد وزير الجيوش الفرنسية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وسام غوقة الشرف الفرنسي من طبقة قائد، والذي صدق على منحه رئيس الجمهورية الفرنسية. وعقب المراسم عقد الوزيران جلسة مباحثات تناولت مجالات التعاون العسكري الثنائية لتعزيز العلاقات القوية بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين. من جانبه أشاد وزير الجيوش الفرنسية بعمق الروابط التي تجمع البلدين الصديقين على كافة الأصعدة. وقام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بزيارة لمقر رئاسة الأركان الفرنسية بيلارد، حيث التقى خلالها الفريق أول تيري بوكارد رئيس أركان الجيوش الفرنسية. تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الصلة بأنشطة التعاون في المجالات العسكرية المختلفة وتبادل الخبرات بما يعظم القدرات القتالية لكلا الجانبين. كما التقى القائد العام بالفريق أول فابيان ماندون المستشار العسكري الأول برئاسة الجمهورية الفرنسية، وتناول اللقاء عددا من مجالات التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية.